أي مصرف يريد أن يعقد عقود شرعية مرابحة ولا غيرها لابد أن يرجع إلى العلم ويصحح عقوده بطريقة سليمة بحيث ما يسيئس وما يعطيش صورة سيئة أو فاسدة عن النظام الإسلامي للناس. التأمين الصحي هو من قبيل التأمين العام، هي من عقود الغرر المحرم الذي لا يجوز الإقدام عليه. التأمين الصحي اللي هو ممنوع له بديل، بديل شرعي ينبغي للمؤسسات وللأمانات ولكل الشركات اللي هي يعنيها أن تؤمن على الموظفين، هناك بديل. حكام المسلمين والعرب للأسف خذلوا المجاهدين في أثناء المعركة واستمروا في خذلانهم لهم بعد انتهاء المعركة أيضا. للأسف عندما توقفت النار في نهاية الثلاثة أسابيع تسارع الغرب، أو كثير من دول الغرب تسارعوا إلى عقد اجتماع في دولة مجاورة لغزة مع قيادتها. لذلك مثلا ناتي إلى القمامة والنفايات والصرف الصحي وبعض هذه الأشياء التي تلوث البيئة. اللوم والمسؤولية فيها لا يقع فقط على الأفراد وإنما يقع على الدولة، يقع على جهة المرافق التي يجب عليها أن تتولى هذا الأمر. لأن هناك أشياء الأفراد لا يستطيعون القيام بها. هذه مسألة مهمة، الناس يعني أكثر الإصلاح يتحقق على أيدي المسؤولين في الإدارات وفي الشركات والمديرين. هذو مسؤولين مسؤولية مباشرة على صلاح حال الناس. وإذا هم صلحوا وصلحت عقودهم وأعمالهم وتصرفاتهم فينصلح حال الناس. كل من يفعل خير بسبب هذا العقد ويتحصل على أجر، المسؤول الأول يكتب له مثل هذا الأجر من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. يا سلام. والعكس بالعكس. ومن دعا إلى شر كان عليه من الوزر مثل أوزار من دعاهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهو المسألة يعني هذه الجنة وهذه النار. الناس كثير منها جاهلة، ما تعرفش الفساد والحق من الباطل. صحيح. يقول هذا قرار، هذه مش مسؤوليتي. فعندما يجر إلى قرار فاسد ويبقى هو يعمل إثم، فمثل هذا الوزر ليحمل أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.